خلينا نرجعوا الان، علاش الشبان نتاعنا المدربين خمدوا بالمنتخبات وبعد الفرق كي نعطيهم فرصه ما ينجحوش، والركراكي مثال عطاه فرصه ونجح. سامي ركراكي دابور عنده معناتها ان جروب اكسبسيونيل تاع جوار، هذه اول حاجه. وركراكي كيما قلنا لقجع معناتها الى ان فورت بيرسوناليتي ويدخل كل ركراكي زاد عنده ان فورت بيرسوناليتي، وانا نتصور اللي صاروا نقاشات كبيره هو ورئيس الجامعه نتاعو فهموا انه معناتها ما يلزمش يدخل في الجانب الفني. احنا ما نعرفوهاش هذا، لا 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 ظاهر 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 معناتها ظاهر اللي ما تدخلوش في الجانب ظاهر ظاهر معناتها. شوف ثم انا نقول ديما في مش في ليكيب ناسيونال برك، في الجمعيات ثم مرات ندخل نخدم في مباراه ماهيش اون فورماسيون دو تكنيسيان، معناتها مش نتاع تكنيسيان. ساعة احنا رؤساء الجمعيات شاملوا على البنك. فوالا. حياتنا كاملة احنا نسالوا شو يعمل رئيس الجمعية على البنك. عندنا دي زونترينور وعندنا دي جوار هنا فاش قال انا ما لعبتش كورة. كلهم كلهم احنا لي فيريتابل انترينور في لي كلوب سي لي بريزيدون دو جوار. اللي أكثر من هذا. بريزيدون تاع الكلوب. إي لي بريزيدون دو كلوب اللي أكثر من هذا في لي في لي ريكروتمون. شكون يقرر في لي ريكروتمون؟ يا اخي تخيل معناتها كيما في اوروبا يجي ويعطيو اون ليست بروميير بريفيرونس دوزيام بريفيرونس ثروزيام بريفيرونس يعطيوه ليست وكل. نكلمكم انا على يوهان كرويف اول ما هبط البرشلون، اول ما هبط البرشلون هبطوا من الكار والبريزيدون تاع الجمعيه داخل الفستير قالوا هذه سيت اون ليني روج، هذايا خط احمر. قعدوا اشهر ما يتكلموش مع بعضهم. مستانس بريزيدون تاع برشلونه يدخل ورا لونترينور ويتكلم مع الجوارات وكل، ما يحط الساق لومير زاده لومير كان ممنوع انك تدخل ما يحط الساق تدخل الفيستير ما يحط الساق في الفيستير. هذايا وقتها يبدا الكاركتير تاع، لكن وقتها يبدا واحد عنده كاركتير هكا في تونس مش ما يدخلوش الفيستير، ما يدخلش الجمعيه بكل، ما ياخذوش بكل. اما تاخذ براي وتاخذ براي ونجيبوا جوار هذايا ونجيبوا جوار هذايا ونجيبوا جوار هذايا وندخل الجوار هذايا يلعب وندخل الجوار هذايا يلعب عاده اجون جوار يسمسر يلزمو يلعب هذاك باش رئيس الجمعيه يلقى له ايكيب باش يبيع. معناها عندك رؤساء الجمعيات معطله ورؤساء الجامعات بالله باش نقول الجامعات الكل معناها فما اللي شكون ما تدخلش وفما لكن انديه كبيره ورؤساء انديه تدخلوا زاد في الفورماسيون. وانا ديما نتكلم مشكل كبير ياسر كان تعرف وقتها قلنا في البرنامج قلت لك انا ما عنديش ثقه في رئيس الجامعه السابق والحالي والقادم. صحيح والله صحيح، لكن شفت انا هذا ذكرها في بالمكشوف مليح. سامي قال سالته على وقتها نذكر نسيت شكون رئيس الجامعه ذر لي حموده بن عمار. حمودة بن عمار و بورتون سايتي ان بون بريزيدون اي ان غرون مسيو كي نقارنوا توا فين وصلنا يذولي غلطنا فيه بارشا حمودة بن عمار في تلك الفترة بالحق غلطنا حمودة بن عمار نتذكر ان الكوب دافريك وقتها سامي قال دقيقة برك قال انا ما عنديش ثقة في رؤساء الجامعات القدم ورئيس الجامعة الحالي ورئيس الجامعه اللي جاي من غير ما نعرف كلامك لا صحيح من غير من غير ما نعرف رئيس الجامعه الحالي لا وبعد سي حموده جاو 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 زوز هذول رؤساء اما ما كانوش يدخلوا صدقني في ليكيب ناسيونال هذه حاجه جديده ما كانوش يدخلوا رؤساء الجامعه علي الحفص ما كانوش يدخلوا اي صحيح علي الابيض بعد تنحى علي الابيض بعد وبعد بن عمر اي اكزاكتومون اما ما كانوش يدخلوا ما كانوش يدخلوا هذه معناها هذه ظاهرة جديدة كان وديع الجريب بالنسبة لي كذا يتدخل لا معناتها أمر مفضوح معناتها سامي عكريمي اكتشف هدايا الشعب التونسي كل اكتشف الشيء هدايا أنت قلت المرة الأخرى سامي فورماتي نسمع فيك بارح بارح قلت بارح سامي عكريمي فورماتي مش فورماتي هذه هي ثم حقائق سامي عكريمي فورماتي قلت لازمنا نعملوا فورماتاج للكورة التونسية لا كل. قلت سامي عكريمي فورماتي رئيس جامعة سمعتك بالكدا بالكريم قدمت أنت ليه كذا هي شوف هي العقلية نتاعنا ملي تخدمت مدرب ايوه تخدم